السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الرابعة من الرياض التي نخصصها لتغطية هذا العنوان، العنوان الأبرز لهذا اليوم، حيث تم الإعلان من خلال بيان سعودي صيني إيراني عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران في غضون شهرين. في التفاصيل، فقد أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وإيران والصين في بيان ثلاثي مشترك عن التوصل لاتفاق يضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران وإعادة فتح سفارتيهما خلال مدة أقصاها شهران. يتضمن البيان المشترك تأكيدا على احترام سيادة كل من الدولتين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الرياض وطهران. كما أشاد البيان الثلاثي بجهود كل من سلطنة عمان والعراق لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 و2022. معنا للمتابعة وللقراءة في هذا البيان من الرياض الدكتور محمد السلمي، رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية. دكتور محمد، مرحبا بك معي. دكتور، أولا كيف تقرأ ما جاء في هذا البيان، وهل كان في إعلانه وتوقيته مفاجأة؟ أهلا بك أستاذ خالد والمشاهدين والمشاهدات. لا شك قبل يومين كنت على العربية وتحدثنا كتعليق عن تصريحات سمو وزير الخارجية في لندن، عنده كان في لندن، حول أن السعودية تمد يدها للحوار مع إيران وأنها عازمة على قضية الحوار في هذا الاتجاه. وتحدثنا الحقيقة خلال اللقاء عن أننا ربما نرى في القريب العاجل يعني جولة جديدة من الحوار، وأيضا وتحدثت أيضا عن قضية أن يكون هناك قد يكون هناك أيضا تحول من المستوى الأمني إلى المستوى الدبلوماسي. نحن اليوم في المرحلة ما بين مرحلتين، مرحلة الحوار الأمني والحوار الدبلوماسي، حيث أن توقيع الاتفاقية اليوم أو البيان المشترك الذي صدر اليوم يعني من قبل معالي وقعه من الجانب السعودي معالي مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ومن الجانب الإيراني مستشار الأمن القومي الإيراني علي شامخاني، وهذه المرحلة الانتقال بين الأمن والسياسة. ولهذا أعتقد أن المرحلة هذه مهمة، والمرحلة الشهرين القادمين في غاية الأهمية، أنها الحقيقة وضعت الكثير من النقاط على الحروف، وهي مرحلة انتقالية في وجهة نظري لبناء الثقة أكبر. يعني نحن نتحدث عن أن هناك شرخا كبيرا في الثقة بين الرياض وطهران، وإعادة ترميم العلاقات تحتاج إلى مرحلة انتقالية وبناء ثقة مهمة، وأن تتحول التصريحات والاتفاقيات إلى واقع على الأرض، وربما نرى ذلك خلال المرحلة القادمة ابتداء من اليمن، وربما أيضا خاصة أن هناك تطور دولي كبير في هذا الملف. لا يجب أن نفصل هذا الجانب عن التطورات الدولية، لكن المملكة أكدت دائما أنها عازمة على المسار الدبلوماسي والسياسي في حل الخلافات، وأنها يعني تريد بالفعل التوصل إلى تسوية لكافة الخلافات إذا كان هناك رغبة وجدية من الجانب الآخر. وهي الحقيقة النداءات السعودية المتكررة منذ ربما 2017، ونحن نتحدث عن أنه لا إشكالية في الحوار مع إيران، لكن يجب أن يكون هناك إثبات لحسن النية والجدية من الجانب الإيراني. ما الذي حدث في الجولات السابقة دكتور محمد والذي يمكن البناء عليه في قراءتنا أيضا لهذا البيان؟ لا شك من معلوماتي الحقيقة البسيطة، ربما لست جزءا من هذا الحوار، لكنني من حسب قراءاتي وبعض المعلومات التي لدي، أن هناك كان هناك طرح لنقاط أساسية، بعدها الأمني ثم في بعدها السياسي والإعلامي، ومحاولة لوضع كافة الخلافات على الطاولة، وخاصة من الجانب السعودي لديهم نقاط واضحة وجلية في قضية الإشكالية مع إيران وسلوكها في المنطقة، الميليشيات، التدخل في الشأن الداخلي السعودي، في قضية دعم بعض الجماعات المتطرفة أو يعني منح المساحة لها في 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 فضاءات مختلفة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة وغيرها. لكنها كان الجانب الإيراني حقيقة ليس لديها الكثير من وجهة نظري، المملكة لم تطلق صواريخ على إيران، لم تعتدي على الأرض الداخل الإيراني، لم تدخل في الشأن الداخل الإيراني،
وجهة نظري أن الإيرانيون يعني الإيرانيين كانوا ربما يعني يركزون على أبعاد أقل أهمية في بعدها الإعلامي ربما من هذا الجانب، لكن المملكة لديها نقاط رئيسية وضعتها على الطاولة مع الجانب الإيراني. الإيراني الحقيقة يعني إذا كان بالفعل الآن يريد حل هذه الخلافات ونحن نتجه إلى مرحلة جديدة، فأنا أعتقد أننا سنصل إلى مرحلة أفضل بكثير خلال السنوات القادمة. أنا لا أتحدث عن فترة قصيرة، حتى وإن عادت العلاقات من وجهة نظري نحتاج إلى بعض الوقت لحل الخلافات مع إيران والوصول إلى حالة طبيعية كاملة، لكننا لازلنا هذين الشهرين القادمين أنا في وجهة نظري مهمة للغاية، تحتاج إلى الكثير من الجهد من الجانبين، تحتاج إلى شفافية كبيرة من الجانبين وإثبات حسن النية خاصة من الجانب الإيراني. وعندنا القضية اليمنية، عندنا التطورات في العراق وسوريا ولبنان وغيرها، وقد تبدأ الحقيقة من هذه خاصة على الجبهتين ربما اللبنانية واليمنية. أيضا الحالة السورية ليست في بعيد عن ذلك، وهناك حديث كثيرة عن قضية عودة يعني سوريا إلى الحضن العربي، فكيف ستكون الاتفاقيات في هذا الجانب؟ كلها نقاط في غاية الأهمية. وزير الخارجية الإيراني كان قبل يومين فقط أو قبل الأمس وأمس أيضا أمس كان في دمشق، وبالتالي كلها إرهاصات مهمة إذا وضعناها في إطار هذه التطورات ندرك أن هناك توافقات أو خطة لتوافقات قادمة إذا كتب لها النجاح ونحن نتمنى ذلك، ستكون بلا شك يعني لها انعكاسها الإيجابي على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأيضا خاصة أن إيران الحقيقة في هذه المرحلة بالنسبة لها مهم جدا أن تصل إلى توافقات مع الدول الجوار. في الماضي كان هناك حسابات خاطئة من البعد الإيراني حتى في إطار الاتفاق النووي، أنه إذا اتفقنا مع القوى الكبرى سوف توافق دول المنطقة بشكل مباشر على هذا الاتفاق. أثبت الواقع والتاريخ أن هذه الحسابات خاطئة، وبالتالي الآن عادت إيران حتى خاصة أن هناك أيضا حوار حول إعادة إحياء الاتفاق النووي وهناك لقاءات في فيينا، أن حل الخلافات الإقليمية هو الخطوة الأولى للوصول إلى توافقات دولية. لكن ربما في الجانب الآخر الأوروبي والأمريكي هناك إشكاليات في أوكرانيا وغيرها، لكن المملكة ليست منشغلة بهذا الجانب. المملكة تريد الأمن والاستقرار في المنطقة، تريد أن تصل إلى تفاهمات جدية مع إيران تثبت حسن النوايا من الجانب الإيراني والانتقال إلى مرحلة الحقيقة تكون إيران جزء من التنمية في المنطقة لا جزء يعني من الدمار. دكتور محمد، إحنا ما نتكلم عن اتفاق هنا، نتحدث عن مذكرة تفاهم لخطوات قادمة ستتم خلال شهرين، تبدأ بإعادة فتح السفارتين، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في خطوتها الأولى أو في مرحلتها الأولى، حتى نفسر الأمر فقط ونفهمه. نعم، الآن ما 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 حقيقة صدر هو البيان المشترك الثلاثي المشترك الذي جزء من إيران والمملكة العربية السعودية والصين هي الدول المستضيفة لهذا الحوار، وبالتالي تفاصيل الاتفاقية بشكلها الدقيق ظهرت فقط خطوط عريضة. نتحدث عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، نتحدث عن تفعيل الاتفاقية الأمنية التي وقعت في عام 2001 وكان هناك إخلال من الجانب الإيراني الحقيقة بهذه الاتفاقية بعد الآن 22 سنة منذ توقيعها. تفعيل الاتفاقية سيتم الآن، حل الخلافات والوصول إلى تفاهمات، ثم بعد ذلك ننتقل إلى البعد الاقتصادي والتجاري. البداية إذن من تفعيل كذلك الاتفاقية الأمنية بين البلدين. دكتور محمد، هذه المراحل أنا بوجهة نظري حتى وإن عادت العلاقات وهو مهم عودة العلاقات خلال شهرين كأقصى تقدير بحسب البيان، إلا أننا في المراحل الأولى لا شك أن المملكة تريد أن الحقيقة أن تحل هذه الإشكالية مع الجانب الإيراني. وكان هناك خلاف كبير من أين نبدأ، حل الخلاف أن نناقش القضايا الصغرى ثم القضايا الكبرى أو العكس، لكن يبدو أن التواصلات الصينية وصلت إلى حل وسط بين الجانبين السعودي والإيراني، وتكون عودة العلاقات خلال شهرين، لكن الشهران القادمان مهمان للغاية في وجهة نظري. الشهران القادمان مهمان للغاية على كافة الأصعدة، وأعتقد
متأكد أنه إذا ما تحقق يعني بناء الثقة الرئيسي أو يعني المؤشرات الأولية لبناء الثقة بعد عودة فتح البعثات الدبلوماسية سنحتاج أيضا إلى كثير من الوقت لعودة علاقات طبيعية 100% مع الجانب الإيراني. نحن إيران دولة جارة ونحتاج إلى علاقات جيدة معها. إيران تحتاج المملكة العربية السعودية في كثير من القضايا الإقليمية والدولية، ورأت تأثير المملكة في الدبلوماسية العالمية، ولهذا تريد الحقيقة أن تكسب المملكة العربية السعودية بهذا الجانب، وألا الجانب ولا تكون المملكة الحقيقة يعني مؤثر سياسي أو دبلوماسي في كثير من القضايا التي تضر بإيران، لأن المملكة تنظر لمصالحها بالدرجة الأولى ولا يهمها، وهذه نقطة، لا يهمها أن تأثر على إيران بقدر ما هي أن تحمي مصالحها وحدودها وأمنها واستقرارها وعدم التدخل في شأنها الداخلي، وهو الشعار الذي ترفع المملكة دائما، وحد ثوابت السياسة الخارجية السعودية ألا تتدخل في الشؤون الداخلية الدول الأخرى، لكنها لن تسمح لأحد بالتدخل في شأنها الداخلي. دعني أرحب أيضا بضيفي الذي ينضم إلينا كذلك من القاهرة، محمد مجاهد الزيات، مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط. دكتور محمد، مرحبا بك معي في هذه التغطية. دكتور، يعني ما رأيك في ما جاء في هذا البيان وحتى في البيان الإيراني حول إعادة فتح السفارات والعلاقات بين الرياض والطهران وبوساطة الصيني؟ لماذا الصين؟ ماذا عن توقيت هذا التغير أو هذا التطور الآن وتوقيت هذا القرار؟ يعني أنا في اعتقادي أن هذا التطور لم يكن مفاجئا بالنسبة لي، طبقا لتصريحات كبار المسؤولين في البلدين وجولات المباحثات والمفاوضات التي جرت، 5 جولات جرت سواء عبر سلطنة عمان أو عبر العراق، وكان هناك توجه من المملكة العربية السعودية بالبحث عن صيغة لتهدئة العلاقات وتخفيض التوتر. النقطة الثانية هو بيان أو موافقة على فتح السفارتين، لكنه لا يتضمن اتفاقا معينا، ولم ويؤكد أن خلال الجلسة التي تمت في الصين لم يطرح على طاولة المفاوضات الملفات التي فيها اشتباك وفيها اختلاف بين وجهات نظر البلدين. السؤال لماذا الصين؟ أنا أعتقد أن الصين تحاول الإبقاء على حد مناسب من علاقتها مع إيران. فبعد القمم الثلاثة التي عقدها الزعيم الصيني في الرياض واتخاذ موقف يتبنى وجهة نظر المملكة العربية السعودية من التهديدات الإيرانية، ساءت العلاقات بين إيران وبين الصين، وكانت زيارة الرئيس الإيراني للصين الأخيرة لاستيعاب الحساسيات التي نشأت بهذا الخصوص. فدخلت الصين على الخط وحاولت تقديم شيء ما يرضي إيران ويقرب المسافة في هذا التوتر وفي هذه العلاقات الثنائية ما بين المملكة وما بين إيران، فجاءت هذه الموافقة على فتح السفارة. فتح السفارة يعني خطوة مبدئية، أو من حيث المبدأ نحن نقدم وجهة نظر إيجابية فيما يتعلق ببحث خلافاتنا الثنائية فيما بيننا. أعتقد بعد 2 شهر سيكون هناك الحديث عن ملفات أساسية تمثل درجة مهمة للأمن القومي السعودي، وعلى رأسها ملف اليمن، ما الذي يمكن أن تقدمه إيران لتخفيف الاحتقان القائم والتهديد القادم من الحوثيين في اليمن والتي تحركهم إيران بالنسبة للأمن المملكة العربية السعودية. سيكون ده هو الملف الرئيسي، ويليه بعد ذلك ملفين مهمين مرتبطين به، وهو ملف البرنامج الصاروخ الإيراني الذي تعتبره السعودية ودول الخليج مهددا للاستقرار، ليس فيما يتعلق بأمنها الوطني ولكن بالأمن الإقليمي بصورة عامة، وكذلك البرنامج النووي الإيراني وما يمثله من تهديد. هذه الملفات الثلاثة هي الأولى. أما فيما يتعلق بالأزمات العربية والانخراط الإيراني فيها، فهو أن هناك مجالات للحديث ومجالات للتعاون ومجالات لاتخاذ صيغ مشتركة فيما يتعلق بهذه الأزمات، وأعتقد أن هناك تقدما يجري على هذا المستوى. أنت تابعت خلال الفترة الماضية أن هناك 5 جولات محادثات عقدت، وربما توقفت جولة سادسة أيضا في هذه المحادثات، وكانت هناك تصريحات بأن الأمر جيد أن تعقد محادثات، لكن لم يحصل تقدم كبير، وربما هنا أستند إلى تصريح وزير الخارجية السعودي. الآن هل سيكون الحوار من أجل الحوار، أم أن الصين ستلعب دور مختلف
خلال الفترة القادمة؟ يعني طبيعة الدور الذي تقوم به الصين الآن خلال الفترة القادمة، في أي حدود، في أي إطار يمكن النظر إليه؟ يعني الصين معنية بأن يكون لها نفوذا في المنطقة وحضورا في منطقة الخليج والشرق الأوسط في ظل الصراع القائم بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية. هناك لولا الأزمة الأوكرانية لرأينا تصعيدا أكثر حدة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. هناك تحرك أمريكي عسكري مدعوما من دول أوروبية في الاتجاه إلى آسيا والتعامل مع الصين. الصين تسعى إلى أن تتواجد في خلفية التمدد الأمريكي الذي يهدد وجودها في آسيا، فهي معنية تماما بدعم حضورها سواء سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط والخليج بالدرجة الأولى. علاقتها الاستراتيجية من خلال اتفاقيات مع إيران تسعى لاستثمارها بصورة كبيرة. إيران محاصرة دوليا، وبالتالي فهي في حاجة إلى الصين، وإيران الحصار الدولي عليها ارتبط كذلك وتزايد بسبب انصهارها في التعامل مع روسيا في الحرب الأوكرانية. الصين تسعى لأن تكون قوة يعني تغير هيكل التوازن الدولي، ومن خلال التحالف مع إيران، التحالف المنضبط الذي لا يثير دول الخليج الكبرى والتي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للصين، أعتقد هذا هدف استراتيجي للصين تسعى إلى تحقيقه. دكتور محمد السلمي، تعلم بأنه كان هناك تباينات ورؤى بين البلدين في مسألة معالجة القضايا وحتى في آليات ربما الحوار الذي يتم. إيران كانت تصر أو ترى بأن يتم ذلك مبدئيا في خطوته الأولى بتبادل القنصليات، بعودة الدبلوماسيين كخطوة أولى لتحسين العلاقات، وربما هذا ما كنت تشير إليه، لأنه بأن إيران كانت تريد من هذا الأمر أن تحدث فرقعة إعلامية يخدمها يعني في هذا الأمر. فبالتالي إذا كان الأمر بالفعل اليوم بدأ بهذه النقطة ثم يتم الحديث عن بعض الملفات التي ترى إيران بأنها هي ملفات معقدة، ملفات شائكة، تحتاج لوقت طويل لإجراء المحادثات، هنا هل يمكن الحديث عن ضمانة صينية في هذه النقطة تحديداً؟ هذه هي المرحلة الأولى، وبالتالي سيكون هناك دور أكبر للصين خلال المحادثات القادمة في الشهرين القادمين. النقطة جدير بالاهتمام الحقيقة سيد خالد، وأتذكر أنه في عام 2018 كنا في مؤتمر في واشنطن العاصمة ونتحدث عن الوساطة بين السعودية وإيران والدول بعض الدول المنطقة من ضمنها باكستان أن ذاك تريد أن تقوم دور وساطة. قلت بالحرف الواحد ولا زلت أتذكر ذلك جيدا أن الدول الوحيدة المؤهلة للعب دور الوساطة بين المملكة العربية السعودية وإيران هي الصين. لماذا الصين؟ أولا الصين هي الشريك الاقتصادي رقم واحد لإيران، وأيضا إيران تصدر معظم منتجاتها سواء بشكل رسمي أو عبر التهريب، خاصة البعد النفطي إلى الصين، وبالتالي العمود الفقري لكل ربما التماسك، خلينا نقول التماسك الاقتصادي الإيراني هي الصين. والصين لديها مبادرة الحزام والطريق، وهي معتمدة بشكل أساسي على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وبالتالي الدور الإيراني في المنطقة يؤثر على نجاح سلبيا على نجاح الحقيقة مبادرة الحزام والطريق. ولهذا في كل اللقاءات مع الأخوة الصينية يعني الأصدقاء الصينيين نقول أنه يجب أن يكون هناك ضغوطات على الجانب الإيراني لتحقيق يعني صفقة رابحة للجميع. المرحلة هذه أنت ذكرت النقطة أيهما نبدأ، وقد أشرت لها في مداخلتي السابقة أيضا قبل قليل، أنه هل نبدأ بترميم العلاقات ثم بعد ذلك نناقش القضايا الكبرى، أو نبدأ بالقضايا الكبرى ثم نرمم العلاقات. الشهران القادمان لذلك هذا الحد الوسط، ربما الوساطة الصينية لعبت الدور الأكبر في هذا الجانب، أن يكون هناك مرحلة انتقالية. الشهران القادمان مهمان للغاية قبل قضية فتح يعني فتح البعثات الدبلوماسية. لابد أن يكون هناك وضع خطوط عريضة لمسار العلاقة الدبلوماسية، كذلك التفاصيل التي يعني وردت في
الاتفاقية التي وقعت بحضور الجانبين الصيني والبيان المشترك والتفاصيل. طبعا نتحدث عن حوار استمر لمدة 4 أيام في بكين، والأربعة أيام ليست لصياغة هذا البيان فقط، البيان هو ما يخرج للإعلام، لكن التفاصيل الداخلية هي المهمة، ستخرج الكثير من التسريبات من وجهة نظري خلال اليومين والثلاثة القادمة عن مزيد من التفاصيل هذا الاتفاق. لكن من المؤكد أن يكون هناك ضمان لعدم حقيقة استمرارية التلاعب الإيراني في قضية الحوار من أجل الحوار التي أشرت إليها، وقضية بعض الرسائل الداخلية وخارجية أننا نتحاور مع دول الجوار وبالتالي وخاصة المملكة العربية السعودية. نعم، في هذه النقطة تحديدا دكتور محمد، يعني هل يمكن توقع دور متقدم للصين عندما يتم البدء بمناقشة الملفات؟ أنت تعرف بأن هناك العديد من الملفات، ربما ملف اليمني، ملف تدخلات إيران، ملف الميليشيات، ملف الأسلحة التي ترسل إلى ميليشيات إيران في المنطقة، الكثير من الملفات الشائكة والمعقدة يعني. فبالتالي دور الصين هنا التي ستستضيف سلسلة المحادثات القادمة بين الطرفين، ما هو تحديدا؟ هو غالبا هو محاولة الوصول إلى حل توافق بين الجانبين، ولكن أنه أيضا مهم للصين أن تراعي مصالحها، ومصالحها كما ذكرت هو في الاستقرار والأمن في المنطقة. وإلا يعني في الماضي كان إشكالية، يعني إيران لعبت دور، يعني لعبت في المنطقة رمادية مهمة، تعرف التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وبالتالي إيران لعبت والصين حاولت أن تدعم إيران بشكل أو بآخر في كثير من الملفات، ليس لأجل الصين ولكن من أجل الصراع مع الولايات المتحدة، ليس من أجل إيران عفوا ولكن من أجل الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن مصالح الصين في الوقت الراهن، وبعد خاصة بعد زيارة الرئيس الصيني للمملكة العربية السعودية والثلاث القمم التي حصلت، والبيان الصيني الذي تحدث لأول مرة عن الجزر الإماراتية الثلاث في غاية الأهمية، أن الصين تنظر لمصلحتها أولا، ولهذا سيكون هناك ضغط. نعرف أن الصين تخلت عن قضية النوع القوة الناعمة فقط، كانت ذاتها الأساسية في الماضي هو الاقتصاد وهو القوة الناعمة. الآن الصين دخلت مرحلة جديدة وهي الجيوسياسية أو الجيوبوليتكس، وهي قضية أن مسارات الاقتصاد تحتاج إلى حماية، والحماية تحتاج إلى تواجد على الأرض، ويحتاج إلى بعد سياسي وتأثير سياسي في كثير من دول العالم، على الأقل الدول التي تمر من خلالها طرق التجارة الصينية. ولهذا وجهة نظري أن الصين ستمارس الضغوطات على إيران لأجل بحد معين، ليس ضغوطات نتحدث عن أنه إجبار لإيران، لكنه ما يضمن مصالح كل الأطراف، ولا أن تكون إيران هي فقط الرابعة من العلاقة مع الصين، بينما يتم استهداف السفن على سبيل المثال في مياه الخليج العربي التي بعضها تنقل الطاقة إلى الشرق ومن بينها الصين. ولهذا المرحلة هذه في غاية الأهمية، الصين ستكون جادة في قضية يعني لعب دور الوسيط وضمان نجاح المبادرة الصينية، وهي يعني أن الصين تدخل في خط مهم يعني على المستوى الدولي في قضية حل الخلافات على مستوى كبير جدا، ربما يعني عجزت عنه كثير من دول العالم. نعرف أن اليابان تدخلت، العراق، الباكستان حاولت، كثير من دول العالم، بعض الدول الأوروبية حاولت أن تحل الخلاف السعودي الإيراني ولم تنجح. نجاح الصين حتى وإن كان مبدئيا سيعزز دور الصين في قضية ما يسمى بالconflict resolutions أو حل الخلافات على المستوى العالمي، ويعزز مكانتها السياسية في كثير من الملفات، ليس فقط الملف السعودي الإيراني وهو الأهم. من نجحت الصين في ذلك، ونتمنى أن يكون هناك نجاح لما يخدم مصالح وطننا العزيز. خليني دكتور أشير فقط الآن هذا الخبر العاجل، هناك خطوات كبيرة جدا، نجاح ممتاز كبير للصين في ظل تراجع غربي. أعود إليك، بس أبغى أشير أريد الإشارة هنا إلى الخبر العاجل من البيت الأبيض بأن واشنطن ترحب بأي جهود تساعد في استئناف العلاقات بين البلدين، وهي على علم بهذه التقارير التي تتحدث عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران. ربما نفرد مساحة دكتور محمد وضيوفي كذلك إلى الموقف الدولي بدءا بموقف البيت الأبيض الآن، لكن قبل ذلك دكتور محمد حتى أنا أفهم فقط أنه خلال الشهرين القادمين سيكون العملية هي عملية لوضع آليات العمل الدبلوماسي
أم أنه ستكون هناك محادثات تركز على مناقشة الملفات؟ يعني إذا حصل تقدم سيتم فتح السفارة، أم أنه لا خلاص الأمر القرار اتخذ وسيتم اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية الكفيلة الآن فقط تقنيا بإعادة فتح السفارتين؟ أنا وجهة نظري أنه الاثنان معا. أولا سيكون هناك مجموعات عمل مكثفة بين الجانبين السعودي والإيراني من وجهة نظري بوساطة صينية، وسيكون هناك تهيئة المكان والسبل الأدوات الدبلوماسية والسياسية لحل لإعادة فتح العلاقات البعثات الدبلوماسية. البيان تحدث عن إعادة فتح البعثات الدبلوماسية خلال شهرين على أقصى حد، يعني نتحدث عن فترة زمنية. هذه الفترة الزمنية أنا وجهة نظري ستستمر في قضية أنه سيستمرون في قضية تهيئة يعني تجهيز المواقع والبعد الدبلوماسي والسياسي القانوني في هذا الجانب، لكن هناك فرق عمل ستكون أو اجتماعات مكثفة بين الجانبين السعودي والإيراني بوساطة حضور صيني لوضع الكثير من النقاط من التفاصيل التي لم تعلن بعد وجهة نظري ولا نعرف عنها الكثير. سيكون يعني هناك عمل كبير. نحن نتحدث ما بعد وجهة نظري هذه الشهرين مهمين ووضع وقد يكون هناك شيء أكبر من هذا خلال الشهرين القادمين في قضية اتفاق معلن تفاصيله كاملة على أقل تقدير، لكن حتى لإقامة الحجة في هذا الجانب. لكن ما بعد ذلك، ما بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية كيف ستسير الأمور؟ كنا نقول دائما أن إيران تريد بناء إعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية كهدف استراتيجي حقيقة بالنسبة لها، وبينما المملكة تريد حل الخلافات كهدف استراتيجي أولا. طيب. ثم بعد ذلك طيب. إذا عادت العلاقات هو علاقات لتنمية العلاقة بين الجانبين وليست رمزية. ما الذي سيحصل بعد شهرين هذا مهم للغاية. سنناقش هذا الأمر دكتور يعني. محمد اسمح لي فقط أن أشرك معي دكتور وليد فارس الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية من واشنطن. مرحبا بك دكتور وليد. هذا هو الموقف الأول الآن من البيت الأبيض وجاء سريعا، يعني واشنطن حسب البيت الأبيض على علم بتقارير استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وكذلك واشنطن كانت على علم بهذه التقارير التي تتحدث عن الجهود التي تتم في هذا الإطار. لكن الأمر غريب دكتور وليد، هذا الأمر أو هذا التطور يحصل بعد عدة تطورات يعني وجولات مكوكية تمت خلال فترة الأسبوع الماضي، يعني جولة أو زيارة قام بها وزير الدفاع الأمريكي للمنطقة، يتم الحديث عن سيناريوهات متعددة لمواجهة إيران، لضربات عسكرية أيضا في إسرائيل، في العراق، في الأردن. قبل ذلك كان كذلك مسؤول الأمن القومي الأمريكي يعني في المنطقة في هذا الخصوص بهذا الأمر أيضا. رافائيل جروسي مسؤول الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان في طهران، تراجع بعد ذلك النظام الإيراني، وافق على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون قيد أو شرط، واليوم بيان سعودي إيراني صيني يعني يتحدث عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران خلال شهرين. كل ذلك هل حدث بشكل مترابط؟ نتحدث عن تنسيق تم بين كل الأطراف، أم أنه لا ما حدث أمر مفاجئ ربما يحمي من سيناريوهات كان يمكن أن تحدث في المنطقة خلال الفترة القادمة؟ إذا أردنا تلخيص ما يجري، هي لعبة شطرنج متعددة الجوانب. يعني طبعا هي مرتبطة، عندما يتحرك طرف الطرف الآخر يتحرك أيضا للحفاظ على مصالحه. فإذا أردنا يعني فهم النوايا وراء هذا الموضوع، تكلمت أولا عن الموقف الأمريكي، موقف الإدارة بحد ذاتها هي لن تمانع تحسين العلاقات بين إيران والسعودية. لنتذكر أنه أساس الموقف عند إدارة بايدن هو الاتفاق النووي الإيراني، والاتفاق النووي الإيراني أساسا فيه الصين وروسيا والدول الغربية لما هنالك. ولكن إدارة بايدن محشورة كما يقال، مضغوط عليها داخليا، والآن خاصة بعد المظاهرات داخل إيران، فهي سترحب بهذا الموضوع ولكن ستقول أنا لا علاقة لي فيه.
هي الصين وإيران والسعودية أرادوا أن يعني يتقدموا بهذا الاتجاه. هذا الموقف الأمريكي. الموقف الصيني إيش معنى هالكلام دكتور؟ لا علاقة لي في ماذا يعني على مستوى التحركات يعني من الولايات المتحدة يعني الأمريكية؟ هذا ردا على تساؤلكم أنه هل الجميع متآمرين، هل الجميع يخلقون هذه الحالة؟ بايدن سوف يقول للكونغرس، نحن لا ننسى أنه في كونغرس سيسأله عن هذا الموضوع، أين أصبح حليفنا السعودي، أين أصبحت الصين، هذا سوف يحصل في الكونغرس. بايدن يقول هم أرادوا أن يتقاربوا، لكن هو مؤيد لهذا الموضوع عمليا، مؤيد لأنه يسهل له العودة الاتفاق النووي الإيراني. الموقف الصيني مختلف، هم قلقون ليس على السياسة والجيوسياسة، قلقون على الوضع الاقتصادي. يعني لهم حلاقة ممتازة قوية مع الخليج، تفضلتم بالنشرة بالإشارة إلى 120 مليار دولار مع المملكة، 80 مليار دولار. إذن الصين اليوم يهمها الأسواق، ولها علاقة أيضا اقتصادية وأكثر من اقتصادية مع إيران، وهي قلقة من أنه أي اشتعال لأي فتيل في المنطقة سوف يخسرها، يخسر الاقتصاد الصيني هذا الموضوع، وبالتالي من مصلحتها أن يكون هنالك علاقات يعني على الأقل طبيعية غير مواجهة بين المملكة وإيران. إيران، الموقف الإيراني هو أنها تشعر كما تفضلتم بأنه في تحركات بين هلالين مريبة تجاهها، لأنه هي التزمت مع الروس وتسلح الروس والروس يسلحونها، فهي شعرت بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ينظرون إلى احتمال آخر تجاه إيران إذا استمرت في هذا التسليح واستمرت في هذا التوسع. إذن هي تحاول ربما أن تميز بين الخليج من ناحية وحلفاء أمريكا كإسرائيل وغيرهم من ناحية أخرى لتخفف الضغط عنها. إذن جميع هذه الأطراف لها مصلحة أن يتم تبريد الأمور بين المملكة وإيران. بالتالي هل ستدعم واشنطن فعليا هذا القرار، هذا البيان بشكل فعلي الآن، أم سيكون لها موقف؟ لأنه إذا ما دخلت الصين بالوساطة بين إيران وبين كذلك المملكة العربية السعودية في منطقة مهمة للعالم كالخليج، فهو كذلك يعني أن يكون هناك دور أكبر، نفوذ أكبر للصين في هذه المنطقة، وهو ما يتعارض ربما مع السياسة الاستراتيجية الأمريكية، ليس كذلك دكتور؟ صحيح أنه هذه الإدارة، وميز بين الإدارة والكونغرس الآن لعامين، سوف نميز بين الاثنين، هذه الإدارة كانت تود لو كانت هي جالسة إلى طاولة مربعة، كانت تريد أن تكون هي والصين وإيران والمملكة العربية السعودية، وربما حلم المفاوضون الأمريكيون لهذه الإدارة أنهم هم الذين يجب أن يكونوا على طاولة ثلاثية، هم وإيران والمملكة العربية السعودية. هذا غير ممكن الآن في الأجواء القائمة في المنطقة، إيران تتوسع وتدخل تقريبا الحرب الأوكرانية، هنالك ضغط كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية على بايدن أن لا يعطي إيران أي ورقة ما دامت هي تدعم روسيا. دخلت الصين إلى المعادلة من باب ارتباط إيران بروسيا، فرحب بها جميع الأطراف، لأنه جميع الأطراف بما فيه المملكة هم مع أن تكون هنالك تبريد للأمور وعودة للاستقرار، فلعبت الصين ورقة رابحة جدا على الصعيد الدبلوماسي. دعني أرحب أيضا بضيف الذي ينضم إلينا من الكويت، الدكتور عايد المناع الباحث السياسي. دكتور، ما رأيك في هذا التطور في هذا التوقيت؟ ولو دخلنا في التفاصيل الآن، خلاص ستفتح سفارتان بين البلدين في غضون شهرين، لكن المشكلة دائما في أي حوار بين البلدين هي تكمن في التفاصيل. بالتالي يعني إذا ما قالت إيران أو رأت أصلا في الجولات السابقة بأن هذه الملفات ملفات معقدة، ملفات شائكة، يعني ملفات تحتاج وقت طويل، فما هو مصير هذه الملفات؟ ودعنا نأخذ بداية مثلا الملف اليمني، كيف سينعكس هذا البيان على هذا الموضوع تحديدا، على مسألة وصول الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي، وهي كانت أيضا مشكلة تواجهها المنطقة خلال الفترة الماضية، هل سيتغير الأمر الآن؟ حياتي لك أخي خالد، حياتي لضيوفك الأكارم. نعم، خبر الحقيقة في غاية الأهمية، وأتى الحقيقة بعد مفاوضات طويلة، كان العراق يستضيفها، يمكن أيضا بلدان أخرى، أعتقد مثل الأردن استضافوا، محادثات مخابراتية ومن ثم دبلوماسية للوصول إلى ما تم الحديث عنه الآن بالوساطة الصينية. أنا أعتقد أنه يعني السعوديين لعبوا الورقة بشكل احترافي بأنهم
لم يذهبوا مهرولين لأي علاقة مع إيران، وإنما حرصوا على أن يأخذوا وقتهم بالتفاوض على كل الأبعاد، قدروا الأشقاء والأصدقاء وتفاوضوا مع الإيرانيين. اليوم إيران تشعر الحقيقة بالاختناق بنتيجة الضغوط الاقتصادية، وأيضا حلفاء إيران الحقيقة الذي تحرص عليهم أيضا مختنقين. يعني الحوثي وضع الحقيقة ليس على ما يرام، لبنان في وضع في غاية التعاسة، ويهم إيران أن لا يتأثر وضع لبنان حرصا على حزب الله وليس على لبنان. النظام السوري أيضا هناك حديث عن إعادة تأهيله في الجامعة العربية. إيران أيضا تلعب في الساحة السورية للأسف لأدلجة طائفية من هذا الجانب، وكل ذلك الحقيقة الآن إيران في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الضاغطة عليها لا تستطيع أن تمد هذه القوى التابعة لها بإمدادات تساعدها على أن تكون لها حضور في الساحة التي هي فيها. وبالتالي جاءت الوساطة الصينية لتنقذ الموقف من الجانب الإيراني. بالنسبة للسعوديين أنا أعتقد أن من الأول لم يكن لديهم يعني رغبة بأن يقطعوا العلاقات، ولكن تصرفات إيران السابقة هي التي أدت إلى ذلك. تذكر الحقيقة مهاجمة السفارة السعودية والقنصلية السعودية في مشهد وغيره، كل هذا أدى إلى ما أدى إليه. الآن إذا إيران الحقيقة فكرت بعقلية الدولة وليس بعقلية الفوضى الثورية المعتادة، أنا أعتقد ستكون العلاقات طيبة وستكون لصالح الإقليم، لأنه كلنا نريد السلم والأمن والاستقرار. نحن لم نطلب إسقاط النظام وليس قضيتنا، هذا قضية الشعوب. طيب خلينا أوكي، هذا الكلام قديم جديد دكتور، يعني تعودنا عليه ونعرفه، لكن تعرف بأن الرياض في 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 مسألة المحادثات والحوار مع إيران كانت وما زالت واضحة وصريحة. في اليمن تطلب تعهدات من طهران بوقف الدعم العسكري والسياسي لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، تطلب دائما أن تسهم في الدفع قدما للتوصل إلى حل سياسي للأزمة هناك بالاستناد إلى الشرعية الدولية، إلى المبادرة الخليجية، العمل على وقف شامل لإطلاق النار، تمديد الهدنة الذي ترفضه حتى الآن يعني ميليشيا الحوثي في اليمن. فبالتالي هل يمكن أن نتوقع تغيرا سريعا دكتور في هذا الموضوع، بالارتباط طبعا مع مسألة فتح السفارات القريب؟ أنا أعتقد أنه إيران الآن في ظل هالأوضاع، وإذا كانت مثل ما قلت لك فكرت بعقلية الدولة، ستضحي بكل الحلفاء بدون استثناء، وهو يبدو أنها تتجه إلى أن تهتم بالداخل، ولا أقول تنكفي، ولكن تهتم بالداخل الذي أبدأ انزعاجه من أوضاعه الداخلية، ليس فقط والله أنه حجابه وما شابه ذلك، أوضاع اقتصادية صعبة في إيران. وبالتالي هذا الاستنزاف للأموال الإيرانية والتسليح الإيراني لقوى معينة مثل الحوثي ومثل حزب الله، قد يأتي يوم تقول فيه إيران أنه أنا شأني الداخلي أولى من الشأن الخارجي وتضحي فيه. متى هذا الحقيقة يحتاج إلى بعض الوقت، ولكن تأكد أنه إذا أصبحت العلاقات واضحة وطيبة ما بين السعودية وما بين إيران، أنا أعتقد أن على الحوثي أن يقرر بأنه لم يعد لديه من يسنده، لأنه لا يمكن أن تضحي إيران بعلاقات مع دولة كبرى في الإقليم ومؤثرة إقليميا وعالميا من أجل عصابة متمردة على الشرعية الدستورية، وخاصة أن السعوديين مستعدين للتفاهم على إيجاد حل لا يلغي الحوثي من المعادلة السياسية، ولكنه الحقيقة لا يبرر له بأن يكون هو القوة الحاكمة في اليمن دون مرجعية يمنية في هذا الجانب. ينضم إلينا من بكين صحفي نادر رونغ. سيد نادر، ماذا عن الصين هنا؟
يعني هذه القصة قصة الدخول الآن في وساطة لاستئناف العلاقات بين السعودية وإيران في هذا التوقيت، وما هو طبيعة الدور الذي ستقوم به الصين مستقبلا؟ أهلا ومرحبا بكم. طبعا الصين يعني مسرورة جدا بإنجاح هذه الاتفاق أو تطبيق العلاقات، استئناف العلاقات بين السعودية وإيران. فالصين تريد أن ترى يعني المنطقة الشرق الأوسط منطقة مستقرا وآمنا، ومنطقة يعني تتوجه إلى التقدم أو بدلا من الصراعات والمواجهات. فلذلك الصين أيضا ستكون المدافع للوحدة في المنطقة وكذلك للاستقلالية في المنطقة ومعارضة التدخلات القوى الخارجية في هذه المنطقة. وكذلك الصين لديها أيضا مصالح مشتركة مع الدول المنطقة ويجب يعني توسيعها وحمايتها. لكن كيف ستضمن الصين بعد ذلك يعني هذا الاتفاق أو هذه المحادثات التي ستجري بين البلدين في الملفات المعقدة والشائكة التي كانت سببا في قطع العلاقات وفي الخلافات بينهم؟ طبعا مبدأ الصين يعني تجاه علاقاتها مع دول المنطقة هي السياسات الخارجية، وأن الصين تشجع الدول المنطقة على حل الخلافات عبر التشاور والتفاوض والحوار وبطرق سلمية. وكذلك يعني فكرة التوسيع نقاط التعاون رغم وجود الخلافات. فلذلك رأينا يعني هناك التقارب الآن بين الصين بين السعودية وإيران، والصين لديها يعني تعاون كبير مع كلا البلدين، وعلاقاتها الاستراتيجية شاملة بين مع السعودية وكذلك مع يعني إيران. يعني لذلك لديها قوة التأثير كبير لكي يعني تضمن يعني تنفيذ هذا الاتفاق والالتزام إيران بها. فلذلك يعني قوة التأثير الصينية في أي حدود ستكون؟ لأنه تعودنا في المنطقة أن المفاوض الإيراني له طريقتان في هذه المفاوضات، طريقة فوق الطاولة وطريقة تحت الطاولة. تقوم بعمل حوار دبلوماسي لكن ومع الأطراف، ولكنها تحت الطاولة تقوم بما يناقض كل ذلك، إمداد هذه الميليشيات بأسلحة في المناطق التي تشهد توترات، التي تتدخل في شؤون هذه الدول في المنطقة. فبالتالي ما الدور الذي ستقوم به الصين أو حدود التأثير في هذه الحالة إذا ما استمرت مثل هذه السياسة الإيرانية سيد نادر؟ أعتقد يعني أولا النقطة الأولى هو أن الصين لديها التعاون العميق مع إيران في كل شتى المجالات، ولذلك هناك تأثير يعني لسياسات إيران تجاه الدول العربية، وخاصة بعد انعقاد القمة الصينية العربية في نهاية العام الماضي وتعزيز العلاقات بين الصين والسعودية. فلذلك إيران ستأخذ في اعتبار الوزن الصين في المنطقة. وكذلك النقطة الثانية، إيران أعتقد أنها يعني أيضا لا تريد المجابهة مع الدول المنطقة، لأنها حاليا لديها ضغوط كبيرة من الدول الغربية، وكذلك الشعوب في هذه المنطقة أيضا هناك تطلعات إلى الاستقرار والتنمية والسلام وبدلا من المواجهات. فلذلك كل هذه الشروط أو البيئة يمكن أن تضمن التزام إيران بهذا الاتفاق وعدم تخريب النتائج التعاونية القائمة بين الصين وبينها وبين الصين ودول المنطقة. ينضم إلينا أيضا للمتابعة الكاتب الصحفي جاسر الجاسر. أستاذ جاسر مرحبا بك، ما المتوقع الآن خلال شهرين
وهي المدة المنصوص عليها في هذا البيان لاستئناف العلاقات وفتح السفارتين، وكيف تنظر السعودية إلى دور الصين في هذه الوساطة؟ ما هي ماذا عن مسألة استمرار الحالة التي كنا عليها، الحوار من أجل الحوار دون أي تغيير في السلوكيات أو في معالجة ومواجهة المشكلات التي كانت سببا في تأثير على العلاقات بين البلدين وقطعها؟ مساء الخير خالد. أولا هذه تعتبر نقلة مفاجئة في طبيعة الأحداث، لأن المفاوضات والحوارات تحدث منذ 3 سنوات. لماذا تمت اليوم؟ لم يتغير موقف المملكة العربية السعودية من القضايا المحورية، ولم تبدل لديها متطلبات محددة وواضحة كانت تطرح في كل المفاوضات السابقة ولم يكن هناك تحرك. لماذا وافقت اليوم؟ وافقت اليوم أو قبلت وتحقق هذا، يعني هذا البيان أو هذا الاتفاق بناء على التصور، يعني تبدل مهم في الموقف الإيراني بما يتناغم مع المتطلبات السعودية، التزامات كاملة بتعديل الموقف. يعني المملكة لم تكن يعني بحاجة إلى هذه العلاقة. هناك طرفين صح مهمة المملكة تنظر لها من باب استقرار المنطقة وحل خلافات الداخل، ولذلك نص البيان بشكل عدم التدخل في الدول، لم يقل بين البلدين، في الدول. ولذا هذه رسالة مهمة أنه الاتفاق تضمن التزام أنه لن يكون هناك تدخل في الدول، بمعنى يعني إلى حد ما أو في نقاط معينة إبعاد اليد الإيرانية عن الدول العربية. شهرين ماذا سيحدث؟ طبعا هناك تقدير في جانب مهم، العلاقة بين المملكة والصين علاقة يعني حيوية واستراتيجية، العلاقة بين الرئيس الصيني والأمير محمد بن سلمان أيضا علاقة قائمة، هناك ثقة وشراكة مستديمة. الصين جاءت بهذه الوساطة بهذا، أعتقد أنها شكلت ما يشبه الضمان لالتزامات إيران بالتعهدات اللي تم عليها الاتفاق خلال المفاوضات. ولو خلت بمثل هذه الاتفاقات فهي ستخسر الصين كليا، لن تكون الصين يعني متفرجا. وهذا الجانب إذن التقدير والثقة، أول خطوة نتوقع أنها ترى خلال هذه الشهرين التبدل في المشهد اليمني. إيران اليوم لا، بأي مقاييس يعني هذا التبدل الذي تراه؟ المقاييس في نشوء الحوار السياسي، يعني تغيير المشهد، دخول في الأجواء في حالة السلام في اليمن، التحاور، بناء المنظمات، يعني مثل ما قال الدكتور عايسد أيضا إحنا المملكة من 2016 منذ بدو وهي تقول الحوثي مكون إيراني، لا عفوا مكون يمني، لا نستبعده، لكن نريد أن يكون مكون يمني فعلي وليس ذراعا. إذن اليوم إيران لا تستطيع أن تدعم الحوثي، الطرق كلها مغلقة، وشهدنا عمليات مصادرات الأسلحة بالفترة الأخيرة. يعني خلال الفترة، حتى نكون واضحين، خلال الفترة اللي كانت المفاوضات تجري في بغداد أيضا كانت إيران ترسل أسلحة للحوثي، هذا صحيح، لكن الفترة الأخيرة كانت زادت عمليات المصادرة لهذه الأسلحة. إذن إيران اليوم هي في جانب وضع صعب، لا تستطيع اقتصاديا، تواجه مشاكل داخلية لا حصر لها، تواجه تهديد خارجي، كل حلفائها في الدول العربية تواجهون مشاكل، هناك تبديلات، العودة إلى المملكة العربية السعودية عودة للاستقرار إذا استمر. فنحن هنا نراهن اليوم على موقف الدولة وليس موقف النظام. هل تستطيع الدولة أن تلتزم بهذا الشكل؟ هل هي حالة خروج من الاختناق؟ أنا أعتقد أنه لا إشكالية، يعني نتمنى أن تحقق هذه المسائل، لكن إذا لم تنجح أو لم تنفذ إيران المتطلبات الأساسية أو لم تبرهن على جدية هذا الاتفاق والتزامها به من خلال إحداث التبدلات والمشاركة في الابتعاد عن المشهد اليمني والتحرك الإيجابي في اليمن وعودة الحوار بين الأطراف اليمنية وتشكيل الدولة بشكل كامل وإيقاف الحرب بين هذه الأطراف، إذا نحن نتكلم عن اتفاقات نظرية. فنحن رهان على الزمن. جيد. المملكة قدمت الخطوات كاملة، فتحت الباب. على فكرة هذه رسالة من المملكة، نحن لا إشكالية لدينا، لأن نحن نرحب. إذا كنتم جديون فنحن جديون، إذا تلتزمون فنحن نمضي معكم للأخير، إذا لم يكن هناك التزام قد تعود الأمور إلى طبيعتها. فالمملكة في موقف واضح ومحدد. ممتاز. وصريح وبين. إذن البداية بالملف اليمني أستاذ جاسر، صحيح؟ هذا ما ترى. الملمح الأساسي والمحوري، والمحوري هو الجانب اليمني. وماذا لو استمرت إيران في نفس سلوكها؟ يعني استخدمت جماعاتها المسلحة في إرسال رسائلها المعتادة، يعني في وقت المفاوضات رسائل التصعيد، الضغط، رفع حالة التأزيم.
الاتفاق احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. هذه النقطة الوحيدة اللي ذكرت بتفصيل واضح في الاتفاق. إذا سقط الاتفاق إذا قامت إيران بمثل هذه الممارسات، إذا لم تستطع أن تكون جادة. يعني هل نطرح تساؤل، ماذا لو تنفست إيران قليلا؟ ماذا لو خف عليها الضغط قليلا؟ ماذا لو استعادت يعني جزءا من قدراتها المالية؟ ماذا لو خف على التهديد؟ ماذا لو استقر الوضع الداخلي إلى حد ما؟ هل ستبقى على هذا المسار أو تتبدل؟ فنحن نتكلم على رهان على الزمن وعلى قدرة هذه الدولة أن تكون فعلا دولة حقيقية وعامل استقرار. نجحت المملكة الآن في إعطاء إيران الفرصة الكاملة لإغلاق ملفات التوتر في المنطقة، وبالتالي الدخول تدخل المنطقة في حالة استقرار وتعاون. يعني التهديدات اللي تواجهها إيران اليوم لا تجعل لها خيارات، ولذلك هذا التقلب. ويمكن كانت إيران تقدم هذه التعهدات بشكل ما سابقا، لكن التحول في لنقل الضمان الصيني. الضمان الصيني هنا ما هو أستاذ جاسد في وجهة نظر السعودية؟ أتصور بحكم العلاقة أن الصين يعني التزمت أنه قالت أنه ستكون إيران جادة فيما تم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأنه إن لم يتم هذا التنفيذ فسيكون هناك إجراءات، بمعنى أنه إيران ستخسر بكين، تخسر الصين كليا. لن تقبل، يعني لن تقبل الصين أن تكون ورقة هامشية، لن تكن أن تكون مخدوعة. فجاء الجانب من هذا الجانبين. لكن بس هل في وقت دكتور؟ لأن الوقت اليوم حساس، أنت تعرف، وسياسة إيران معروفة في مفاوضاتها، في حوارها دائما يعني ما تستفيد من الوقت وإطالته إلى أكثر، إلى أطول وقت ممكن، لأطول أمد. وهذا الأمر خطير أيضا على مستقبل المنطقة. يعني لما نتحدث عن دور الميليشيات في اليمن، في الخليج، في العراق، في لبنان، في سوريا، كل هذه المناطق يعني أصبحت إيران متوغلة فيها بشكل يعني كان له مخاطر كبيرة على كل دول المنطقة يعني، وعلى مستقبلها وعلى أمنها القومي. أيضا صحيح خالد، لكن أيضا في الفترة الأخيرة يعني المملكة مع الدول الصديقة الولايات المتحدة وبريطانيا والتي شدت القدرة الإيرانية على الوصول للحوثي أو تغيير المشهد، لم يعد الحوثي ورقة رابحة تلعب فيها إيران، أصبحت عبء إذا أخذنا من الموقف بحالهم. أيضا المملكة تحدث تسهم في مساعدة العراق على الخروج من أزمته، وهذا تحول مهم جدا، والتنمية الاقتصادية في العراق وذوق الإمكانات العراق. نحن نتحدث عن التحرر. إيران استنفذت لنقل كل الفرص التي كانت ممكنة أن تحدث فرق، يعني لم تعد. يعني إذا كان الحوثي في عام 20 ورقة قوية في المفاوضات، اليوم هو ورقة خاسرة. واضح. إذا كانت تراهن في تلك الفترة على أنها تستخدم الحوثي وتراهن أو تحاول أن تضغط أو تحصل على مكاسب مقابل يعني حل مشكلة، كانت في تلك الفترة لم يكن. اليوم لم يعد لديها هذه الفرصة. ما رأيك دكتور؟ اليوم طيب. هل تتبدل إيران؟ أنا طبعا أنا شخصيا أشك، لا أعتقد أن النظام الأيديولوجي أن سيتبدل بين يوم وليلة إلى دولة مدنية بالمعنى الكامل. لكن أيضا مستوى الضغط خاصة في الداخل، الضغط مرعب في الداخل. خيارات إيران محدودة اليوم، هذا المتنفس لها، ولذلك يمكن أنها تعيد ترتيب أوراقها. وأنا نقول يعني بالنسبة للجانب السعودي لا خسارة، لن يكون الوضع أسوأ مما كان أبدا، بالعكس. طيب ممتاز، خلينا ناخذ وجهة نظر الدكتور عايد الآن في المحادثات. بأي سقف ستدخل إيران المفاوضات؟ ستدخل من سقف عالي بالنظر إلى تواجدها، توغلها في هذه المناطق، في اليمن، في العراق، في 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 سوريا، في 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 لبنان مع ميليشياتها الموجودة هناك، ولا أن وضعها لليوم تعيشه داخليا والضغط الدولي عليها الذي نشاهده من خلال يعني أكثر من طرف سيجعلها تتنازل؟ دكتور خلينا نكون واقعيين بالنظر أيضا إلى إيران وسلوكها ونظامها في المنطقة. يعني أولا الحقيقة نتفق مع أخي جاسر في كثير من مقال الحقيقة، ولا أستبعد أنه إيران تستخدم التكتيك لتحسين أوضاعها الداخلية، ومن ثم بصفتها دولة أيديولوجية، وهذه المشكلة مع الدول الأيديولوجية أنها ممكن فيما بعد تعود إلى سابق عهدها. لكن هي الآن في مرحلة أنها تبحث عن إنقاذ، وبالتالي هذا هو فرصة أنه تعطى هذه الفرصة المناسبة، لعل وعسى
انه عندما تشعر بالاحباط، احنا من زمان وحنا نقول لعل ولا عسى دكتور عايد، يعني انت تعلم يعني بهذا الامر، وايران تستمر في سياساتها بلخبطه الاوراق او الخلط فيها والمناوره الدائمه، يعني فهي ورقه ربما تلعبها، هذا ما يقوله البعض. يعني هي خالد، هي استخدمت هذه الميليشيات لاثبات وجودها وقدرتها. اذا هذه الامور اصبحت عليها عبء، الى متى؟ الوضع في الداخل هو الذي يحدد مسار السياسة الخارجية. عندما تشعر السلطة في إيران أن الناس تعيش حالة غليان وممكن أن ينفجر الموقف ويتكرر ما حدث سنة 1979 للشاه في هذا العهد، تأكد أن الحكم أو النظام سيحاول قدر الإمكان أن يلعب الورقة التكتيكية. لكن هنا المطلوب من الصين هو أن تتقدم بالمطالب نيابة عن مثلا السعودية والدول الأخرى في الإقليم بمطالب واضحة وصريحة أن إيران بعد اللقاء، بعد التبادل الدبلوماسي وعودة الأمور الطبيعية، لا تكون إيران كما كانت في القبل. أنا متأكد أن الحوثي وحزب الله سيصدر لك بيانات ويقول إحنا مستمرين ولن نرد على أحد إلى آخره، وهذا قد يكون واقعي. لأنه حقيقة إيران شبعتهم من التسليح، موجود لديهم وقد يأخذ هذا بعض الوقت، ولكن علاقة طيبة مع إيران ستسحب البساط من تحت كل هؤلاء. يبقى على إيران أن تفكر أنه أيهما الأولوية، مصالحها أم مصالح القوى الأخرى. يبقى الصين، الصين يهمها هو أمن طريق الحرير إلى المنطقة، وقد الحقيقة تجامل إيران كثيرا في هذا الجانب، ولكن ينبغي أن تصلها الرسالة واضحة، أي إخلال بالاتفاق سيعيد الأمور إلى ما هو حاليا قائم، ولا بد يكون في وقت زمني محدد دكتور. يعني ما في كلام، هو الزمن أنت اليوم ما تستطيع، في دول تفرض عليها شروط ولكن توصلها مطالبك. إذا احترمت هذه المطالب ووافقت عليها وسارت على الطريق الصحيح، اليوم نجد هذه يعني حتى الأمريكان فرحانين. ممتاز، واضح، لأنهم يريدوا العودة إلى الاتفاق. خليني أخذ وجهة نظر الدكتور محمد مجاهد الزيات أيضا دكتور، حول موقف الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، الحوثي، الميليشيات الموجودة في العراق، حزب الله في لبنان، يبدو أنه فقدنا الاتصال. طيب الدكتور محمد، ما رأيك الآن؟ تعلم بأنه في مثل هذه المواقف عندما تظهر يعني نبرة إيجابية في محادثات تتم بين الجانبين الإيراني والسعودي، تظهر أصوات أخرى يعني ترفع الصوت ربما بشكل يؤدي إلى عرقلات هذه المحادثات، تصعيد خطابي ضد السعودية، وشاهدناه في مواقف سابقة. اليوم الموضوع مختلف، أم أنه هذه الجماعات أيضا من مصلحتها أن تعرقل أي محادثات أو أي نجاح في أي مفاوضات تتم بين الرياض وطهران؟ أولا خلينا نؤكد على نقطة مهمة، أن من ثوابت النظام الإيراني هو تدخلات في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والدستور الإيراني ينص صراحة على ذلك. وبالتالي أن نقول أن إيران ستتوقف كلياً عن التدخل أو الاعتماد على الميليشيات بالشكل أو بآخر، فهو تفكير رغبوي ما لم يكون هناك أدوات تجبر إيران على الانكفاء إلى الداخل. هذه من وجهة نظري قناعة تامة، لا أجد ما يعارضها، ما لم يكن هناك حقيقة فعلاً ضغوطات حقيقية على إيران تجبرها على العودة إلى الداخل. النقطة الثانية، الميليشيات في الخارج الآن التي تتحدث عنها أنها قد تصدر بعض التصريحات أو أنها تحاول أن تعرقل مثل هذه الاتفاقيات، أنا قد أنظر لها من زاوية أخرى. ما هي المساحة التي ستقدمها إيران، أو ما هي الإشارات التي ستبعثها إيران لهذه الجماعات والميليشيات خلال هذه المرحلة؟ نعلم أن إيران دائما إذا كان هناك ضغوطات على الميليشيات أو على ضغوطات في الداخل تحاول أن تبعث برسائل للخارج أننا لازلنا أقوياء ولازلنا داعمون. نتذكر عندما أسقطت إيران الطائرة الأوكرانية في يعني في 2020، بداية 2020،
وضعت خرج حاجي زاده وهو قائد القوة الجوفضائية الإيرانية، وضع أعلام جميع الدول الميليشيات الإيرانية في المنطقة في الخلفية إلى جانب علم الحرس الثوري وعلم إيران. طيب. وبالتالي هي رسالة داعمنا. النقطة الثالثة أننا لن ما يعني ربما من غير المتوقع أن تعود العلاقات السعودية الإيرانية بشكلها الكامل. واضح. يعني طيب أنا بكتفي معك بهذا القدر دكتور محمد، واعتذر منك لانتهاء الوقت تماما. شكرا جزيلا لك محمد السلمي جاسر الجاسر وضيفي من الكويت دكتور عايد المنة. التغطية مستمرة، دكتور طالب كنعان يصحبكم على رأس الساعة.